وسائل الإعلام المحلية وتمثيلها في الجرائد الإلكترونية والورقية التي نبت الدعوة للاتحاد الإقليمي لقناة تازة بخصوص واحد الملف اجتماعي وتمثيل في نزاع اجتماعي داخل الشركة ديال المطاحن الجديدة لتازة. النزاع اللي الآن يعني العمر ديالو تقريبا شهرين وشي شوية واللي بالنتائج ديالو طرد ديال 4 ديال العمال بدون سبب قانوني ولخلفية انتمائي من لقبي ودفاعي على مطالب ديال العمال. وكما يمكن في الملف اللي بين ايديكم واحد الكرونولوجيا يعني ديال هذا النزاع الاجتماعي. هذه مقاولة اللي كلشي كيعرفها في الاقليم ديال تازا، مقاولة كبيرة كتشغل واحد العدد ديال العمال، ولكن مقاولة اللي المشكل ديالها يخرق القانون بواحد الشكل كبير وتحت الاعين ديال الجهات المسؤولة. الخروقات ديالو تتمثل في انه اولا ما كيطبقش قانون الشغل داخل هذه المقاولة. اغلب العمال والعاملات في ذاك المطحنة ما عندهمش الحد الادنى للاجور، اغلب العمال والعاملات ما عندهمش ورقة الاذن، اغلب العمال والعاملات ما كيتقاضاوش التعويضات على الساعات الاضافية، اغلب العمال والعاملات ما كياخذوش العمر الاسبوعية. الحد في بعض الاحيان كيخدموا الحد وما كيتخلصوش على الحد. راه كاين عمال اللي يخدموا كيخدموا 31 يوم في الشهر، 30 يوم الا كان الشهر فيه 30 يخدموا 30، ولكن ملي كتجي الخلاص ما كيتخلصوش من الحد لان الاجور والاضافات اللي كتطلب ما كيتمش التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالساعات او بالايام الفعليه للعمل. كيخدموا 30 يوم وكتديكلاراهم 19 يوم. ما عندهمش المنحه الاقدميه، العمال خدموا من 2007، لان العمال المعنيين اللي كنهضروا عليهم دابا هما 12 عامل اللي المضايقات بسبب انهم التحقوا بالنقابه من اجل تسويه الوضعيه ديالهم والمطالبه بتصحيح الوضعيه ديالهم. كذلك المساله ديال التغيير اللي طرا في الاسم ديال الشركه اللي نورمالمون هما خدامين فيها. هاد العمال دخلوا في 2007 لشركه المطاحين، كان العامل المشكل كيفرسيهم داك البركه كتجي لهم في السميه ديال نوفو مولان دو تازا. ملي كيمشي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كذلك كان كيفرسي لهم كيصرح بهم في نوفو مولان دو تازا 19 يوم، ولكن في لافان ديال لوموا 5 تفاجئوا بان الفلوس كتدخلوا في السميه ديال شركه اخرى. باش عرفوها هما؟ عرفوها لان اللي عندك الحساب في البنكه كتصيفط ميساج للبورطابل بان دخل لك الفيرمو. دونك ملي كتدخل لي فيرمو دخل في شركه سميتها بيكاسوس دو ترونسبور. هاد بيكاسوس دو ترونسبور شركه اللي اولا المشغل ديال المطاحين الجديده ماشي هو المشغل ديالها، ولا المقر الاجتماعي ماشي هو المقر الاجتماعي للمطاحين، والعمال ما تفاجئوا ما في خبارهمش. ثانيا ما شاركوش في هذا القرار، مندوبي الاجراء ما في خبارهمش اللي تفاجئوا بهذه العمليه. شغل العمال اعتبروها طرد من واحد الشركه وتشغيل مؤقت في شركه اخرى وفوق الطرد ديالهم في الشركه. اذا شنو التجول؟ المشغل كيطلبوا له استفسار حول هذا الوضع. المشغل بالطبع غادي يدافع على ان هذيك الشركه بحال هذه الشركه وما كاينش مشكل وراكم خدامين. من العمال صروا على هذه العمليه هذه ديال ضروره تصحيح الوضعيه، يعني بدات المضايقات، بدات الانتهاكات ديال الحق ديالهم في الالتحاق بالنقابه. المشغل كيكلف واحد الشافت سيرفيس كيجي عندهم واحد كيضايقهم كيقول لهم خصكم تنسحبوا من النقابه ولا غادي نطردكم من العمل. هاد الاخوان بربعه للكاتب العام للمكتب النقابي اللي هو الاخ حكيم المحموحي، والنائب ديالو الاخ رشيد جغيمه، والاخ الثالث هو الاخ زرميد عبد القادر، والاخ الرابع عبد العزيز، والاخ الرابع هو يونس محموحي. هادو اربعه ديال الاخوان اللي انطردوا لانهم رفضوا ينسحبوا من النقابه.
إذن هذا اعتداء على حريات النقابية اللي مكفولة في الدستور ومكفولة بالنظام في المواضيع كاع عدد الصلات العالم ديال الشغل. إذن احنا بالنسبة لنا الاتحاد الإقليمي غادي يدير واحد المجموعة ديال المبادرات سواء في العلاقة ديالو مع المندوبية أو المديرية الإقليمية للتشغيل أو في العلاقة مع العملاء أو في المبادرات النضالية اللي كانت على سبيل المثال تنظيم وقفة يوم 29/9 أمام المطحنة من 12 نهار الوحدة، وكذلك تنظيم وقفة ثانية تضامنا مع الإخوان اللي خداو قرار ديال الاعتصام أمام المطحنة ابتداء من 15 تنظمت وقفة في شهر أكتوبر تضامنا معهم من 6 العشية ل 7 العشية، وآخرها كان تنظيم وقفة يوم 4/11/2015 أمام المندوبية ديال التشغيل اللي احتجاجا على عدم القيام ديال هذه المديرية بالقانون، لأن مفتشين الشغل ما كيمشيوش للمديرية للمطحنة، وملي كيمشيو للمطحنة ما كيسولوش العمال واش عندهم ريفيش دوبي، واش كتخلصوا من حد الأدنى الأجور، واش كتخدموا السبت والحد، واش كتاخذوا المنحة الأقدمية، واش كتخلصوا كتصرح بكم في الضمان الاجتماعي، واش إذا المديرية الإقليمية ما كديرش. حنا راسلنا وزير التشغيل جوج مرات، راسلنا عميل الإقليم، راسلنا المندوبية الشغل دارت جوج الاجتماعات ديال اللجنة ديال الصلح التمهيدي، ولكن ما اجتمعتش هذه اللجنة، اجتمعت ولكن ما جاش المشكل، غاب بدون مبرر. ترفع المشكل للعمالة، من يترفع المشكل للعمالة رفعناه حنا، راسلنا عميل الإقليم قلنا له طبقا يعني المضمون ديال المدونة الشغل كنطلبوا عقد اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة من أجل النظر في الوضعية ديال العمال اللي مطرودين ولا العمال اللي منتهكة الحقوق ديالهم داخل المطحنة. لكن مرت 20 اكثر من 20 يوم الان والعميل ما جاوبناش، ما تمش الاجتماع ديال اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، كانت لقاءات مع رئيس قسم الشؤون الداخلية مرة الاتحاد الإقليمي مع بعض العمال كنطلعوا شنو كيقول رئيس قسم الشؤون الداخلية، كيقول لك اودي اعطيونا فرصة ما بغيناش نعقدوا اللجنة حتى يطيب المشكل ويعبر على النية ديالو باش ملي نجيبوه يكون الاجتماع يعني مطمئن إلى غير ذلك. ولكن إلى الطاري بأن هذا السيد راه في بوليب وعزة داير فيرما مع راسو في بوليب وعزة، عنده الفوام تما إلى غير ذلك، كيربح مع راسو من المطحنة هنايا من المنطقة، داير الفوام في لاخور، العمال كيديهم ممتازة يخدموا في المطحنة كيمشيو يخدموا في الفيرما في بوليب وعزة. راه دابا في بوليب وعزة ما يجيش العمال كيتعرضوا قلت لمجموعة الانتهاكات بواحد الشكل غريب، كأنك خدام في شي يونيتي اللي نورمالمون هاد المطحنة منذ تقلد هذا المشكل لهذا المسؤوليه في هذه المطحنه عبر الوراثه ديال الاب ديالو، وهو عنده المشاكل في هذه المطحنه من خلال الصراع ديالو المرير مع العمال منذ قلت يعني انا بعد اللي كنعقل من 97 والمشاكل، شحال العمال اللي وصل معاه من المحاكم، شحال العمال اللي حكمت له من المحاكم يعني وما بغاش ينفذ ولا في اخر المطاف نفذ الى غدا. اذا هذا وضع يعني كارثي، هاد العمال كيتعرضوا يعني للتضييق، كيتعرضوا للطرد التعسفي، كيتعرضوا لانتهاك الحقوق ديالهم، ولكن المسؤولين ما كيديروا حتى شي حاجه. انا نعطي واحد الاخ يونس باعتباره عضو المجلس النقابي يقدر يعطي بعض الاضافات. تفضل سي يونس. غير اللي نضيف على السي يونس عبد الله، حنايا دخلنا في اعتصام دابا لحد الساعه المده ديال 36 يوم، ما كاينش استجابه نهائيا لا من المسجد لا من السلطات. كيجي عندنا كيضايقنا كبير، حنا الاخر كيجي القائد كيضايقنا يقول لك سير حيدو من هنا سيروا للمحكمه. حنا القضيه ديال المحكمه ان حنا كنبغيو كنطالبوا بالرجوع للعمل، المحكمه هذيك جانب اخر يعني هذيك حنا بغينا نرجعوا نخدموا، بغينا نرجعوا بشويه حنا ربما غير كما يردنا الخدمه ونحسنا شويه الوضعيه ونقدروا هذاك الشيء نبقاو نمشيو مع هذاك الشيء التسلسل حتى نوصلوا شي حوايج، لان باش يحرمنا من العمل حنا وكنا حنا بعض الناس كنا عندنا مسؤوليات، وكنشوف هذا بالنسبه لهذا السي المرجاني هو رئيس لجنه البحث والمصالحه في الاخر كيقول لك راه الخدمه ديالو راه ما بغاش براس اللي بغا يدير كيتماطل هو في هذا الاخر. حنا هذه النقطه هذه يعني هي اللي كنشوفوا ان بحال اللي كنتحاربوا، حنا مع
مع مسجل مول الشركه كنتحارب معاه مسجل ومع السلطات يعني دابا هذا هو اللي نقدر ندافع عليه. شكرا سيونس. لان الاخوان الميف امامكم و4 العمال ودخل 15 اخرين جداد وفين دخلهم؟ ما دخلهمش في الشركه ديال بيكاسيوس، دخلهم في الشركات المطاعم الجديده. وشنو هاد العمال دي كونتراكتيوال كيخدموا بالكونترا ديال 3 شهور 4 شهور شنو كاين؟ ما عندهم حتى حق حتى هما مسافر يعني بنفس العمليه واللي هضر كيقول له سير حالاتك. وهذا ما كيستجب لمن لا المندوبيه الشغل لا العماله ما كيبغي يهضر حتى مع واحد كانه فوق القانون. ملي كتهضر مع المسؤولين كيقول لك ايوا هذا ما كيبغيش يستجب. وحنا بغينا نسالوا واش الدوله ديال المواطنه والدوله ديال نورمالمون الدوله اللي فيها مؤسسات يجب هذه المؤسسات ان هذا مشكل خصو يخضع للقانون. حنا كنقولوا المفتي الشغل غيمشي غيجبر بان هذا المشكل ما كيعطيش لافيج دو باي. كاينه في المدونه الشغل الفصل كيقول لك الا مشيت وزرتي وجبرتي بان ها شحال تعطي كدير لو بي في وكتصيفطو للمحكمه كتحكم عليه بغرامه ما كيعطيش لحد الادنى الاجور. نفس الشيء يعني المديريه الاقليميه للتشغيل ما كنفعلهاش لا 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 اليه الرد على القانون اللي موجوده داخل المدونه ديال الشغل. لان هاد السيد الا ما تهرسولوش الجناح من خلال واحد المجموعه ديال الضرائر اللي كيكفلها القانون هذا كيعتبر نفسه فوق القانون. كيقول لهم سيروا فين بغيتوا كيعيطوا له العماله ما كيجيش. قلت هكا راه دابا كيهز العمال من المطحنه خدام مع المطحنه كيهبط حتى المريد وعزا يديهم يخدموا بحال شتيهم في الفيرما بيدون ويرجع بحال كانه عنده العبيد. هذا الوضع اللي مازال عندنا للاسف اننا لحظه لحظه كيبانوا بعض المظاهر ديال الاختلالات في هذه العلاقات ديال الشغل اللي كتبين لك باننا حنا مازالين بعادين فعلا على ذاك المستوى المطلوب. كاينين متقاعدين السي هاجر كاينين خدامين تما متقاعدين خدامين تما لا تريدين فين خدام خدامين معنا تما في المطاعم. غير حنا بلاصتنا اللي جبنا علينا وقفنا جابوا وحدين كيخدمهم كاين منهم واحد متقاعد في الميليتير عاد تقاعد في الميليتير راه خدام في الميليتير جوج في الميليتير جوج في الميليتير دابا قالت مفتي الشغل كيدير خدمته كان يهبط يعني هذيك راه مخالفه عليها انك باش تجري على ناس انت خدامين معاك مده 8 سنين تجري هما خدامين معاك وتجري عليهم دخل واحد بالكونترا دخل واحد شد التقاعد في الميليتير مخليه له الدوله واحد 3000 درهم ويجي يخدمها عندها يعني هذا المشكل هذا السلطات ما بغاتش هي اللي خصها تدخل في هذه النقطة هذه ما تدخلش. وحنا كيقولوا خدموا ولا سيروا في حالاتكم بغيتوا تخدموا خدموا ما بغيتوش بهذا الشيء سيروا في حالاتكم. دابا أنا نعطيكم غير أمثلة الإخوان كيخدموا تقريبا 30 يوم كل نهار كيخدموا فيه ديال 800 ساعة كاع المينيموم هي 240 ساعة 240 ساعة ها هو نقول لك شحال الصالير ديالك الاخ شحال تخلصتي في هذا الشهر؟ 38 38 الف ريال يعني 1900 لو سميك راه 2300 لا حد الادنى الاجور راه 2300 درهم وجعي دونك ما كاينش لحد عاد الساعات الاضافيه وشنو هو الحد الادنى لعدد الساعات في الشهر هي 191 ساعه يعني الا كيخدم 240 راه عنده 49 ساعة إضافية اللي خصو نورمالمون تخضع للقانون ديال المدونة الشغل 8 ساعات إضافية. قلت الصحة والسلامة شروط الصحة والسلامة ما كايناش في ذاك الشركة كاع ما كايناش وما كاين لا يعني ما كاينش العمال كيتعرضوا للحوادث ديال الشغل بواحد الشكل كبير علاش؟ لان ما كاينش لونتروتيان وما كاينش لا سيكيوريتي. اذا هادو بالنسبه للمعارك النضاليه كما قلت الاعتصام كما جاء على لسان الاخ فيه 36 الاخوان 4 المطرودين معتصمين في الباب ديال المطحنه باللافته يعني 36 يوم من الصباح حتى العشيه كيعتصموا. الوقفات خدينا جوج وقفات قدام المطاعم تضامنا معهم ووقفه قدام المندوبيه ديال التشغيل نهار الاربعاء اللي داز الحد المقبل عندنا نهار 15 في الشهر وقفه
قدام العملاء مع 11 نهار، يعني غادي تجيب الحد. الحد وعندنا مسيره من المطاحين للعملاء غادي يتم تحديد التاريخ ديالها من بعد الوقفه ديال 15. بالنسبه للانفتاح على الاعلام، فعلا هذا تقصير ديالنا زعما ناكدوا له ماشي، لان نورمالمون كاين واحد المجموعه ديال المرابط اللي خصنا باش الميل كياخذ الطابع ديالو المؤثر في العلاقه ديالو باصحاب القرار. هادو كاينين الانتاجيه ديال الشركه ما غاديش، لان انا ما عنديش معطيات، ولكن شنو الظاهر هو انك خرجتي 4 العمال وخدمتي 15 جداد. 15 جداد مباشره، يعني عمليا انت ما عندكش، راك بحال اللي خدمتي 11 واحد جديده، يعني راه ما عندكش مشكل في الانتاجيه. ندافع على السي عبد الله على هذه النقطه اللي كنت نقولها حتى هنا، هي بالنسبه للمولى الامتحان كانت كتخدم غير 4 ايام، يعني واحد الوقيته غير 4 ايام في الشهر. حنا ملي كنا خدامين مدة ديال شهر و 10 ايام روحنا حتى نهار، وروحنا حتى نهار تبينا كنطلبوا غير نهار نروح، حتى كان جا واحد العيد هو اللي روحنا. الناس كتخدم يوميا، انت حاليا ما عمر وصلت لهذا الاخر اللي راه وصلنا دابا في الحياه ديال الخدمه ديال البيع والخدمه. دابا السلعه دي خارجه يوميا كتخرج، حتى الناس مفقوده في المطحنة. دابا حاليا كاين شي لاماك المواد الاخرى مفقودين، دابا كيوليو يعاينوها حتى لغدا باش توجد، يعني الخدمه كاينه والدليل ها هو خرج حنا 4 الناس ودخل 15 واحد. وهذا اللي دخل عاود لنا 11 عام. كيزك دابا كيدخل هذه باش نضيفوا هذه النقطة هذه، دابا كيدخل 10 عام باش كيكمل اصاحبي. كيخدموا بلاصات، كيخدموا بالطوناج، كيخدموا كيدخلوا مثلا ثلاثة ولا أربعة باش كيكمل عاد يخدموا. خلاك 15 ما كفاتش. الاستمرارية في العمل يعني ما كيوقفش. بالنسبة لهذا كنضربوا 16 ساعة، 16 ساعة حنايا كنضربوها ليل ونهار. 16 ساعة كنجيبوا 400 ساعة 368 ساعة، وكنتخلصوا ب 40 فري. وبالنسبة كيعطينا 40 فري. هذا التغيير ديال الشركة بالنسبة هي هو دار غير بلاصة واحد، بلاصة راسي ديالو بنات ولا بنات شي واحد شهر من جلس معاه. تفضل السي يوسف. بالنسبة لهذا التغيير في الشركة هو مشى لنا حنايا، حنا 12 واحد التحقنا بالاتحاد الإقليمي لقادة التنظيم، 12 واحد التحقنا. بحنايا الله 12 بنا في الشركه كلها اللي قبلنا لهاد الشركه، يعني هو نيته ما كاينش، يعني حسن النيه ما كاينش، هو كان عنده الغرض بنا انه يبدا كيطردنا، وكان يدوز علينا واحد المده وكان ما كناش عرفنا غير بهذيك الميساج ديال الباركاج، انا ما كناش نعرفو، يعني ما كنسولوش، انا كان عايش شويه ديال الاخر شويه بنيه كاينه النيه في الاخر، ما شفناش ذاك الميساج ما نديو ما نجيو. يعني هو دابا 12 بينا عنده الغرض، هو 4 الناس على برا وما كاينش استجابه نهائيه كما قال الساحبي. بالنسبه للمواقف ديال السلطات اللي هنا دورت في العرض ديال البنوك تاع برا، بالنسبه للمندوبيه شنو كيقول لك؟ كيقول لك ونشوفوا معاه، نشوفوا راكم عارفوا راسو قاصح، عارفين راسو قاصح كي داير، يعني ما كاينش داك كما قال داك قانون الردع اللي كيكون، يعني طبق عليه قانون الردع راه الراس ديالو هو الراس غادي يولي كيستجيب، هو كيقول لك لا وما كدوش كيما راسو قاصح راه مي هاد الساعه هادي خليه نصبروا شي شويه خليته تيكون بخاطرو خليته هذا هو كيقول لك. هادي سلطه كيقول لك واش نجيبو بالصح، هادي كتسمى هادي مثلا عند البوضه هو راك مسؤول. هو دابا المندوبيه ديال المديريه الاقليميه للتشغيل درنا معاها جوج جلسات في اطار ما يسمى بالصلح التمهيدي، الجلسه الاولى غاب ولاو اجلوها للجلسه الثانيه، الجلسه الثانيه غاب ما جاش. ملي كيعيطوا له المندوبيه، شوف نقول لكم هبطوا المفتشين الشغل جوج زاروا المطحنه ما خلاوش يدخلوا فيها، ما خلاوش يدخلوا في الباب امام العمال المعتصمين تما، ما خلاوش يدخلوا، ما خلاوش داك العساس قال لهم ما تدخلوش ورجعوا في حالاتهم. بمعنى ان نورمالمون المديريه الاقليميه للتشغيل خصها دير على الاقل زيارات اللي توقف فيها الاختلالات المتعلقه بالحقوق اللي كيضمنها قانون الشغل. حنا ملي كنقولوا لتفعيل الاليات باش كل واحد، انت كتخرق الحقوق ديال العمال وما كتستجبش الاليات ديال
الصلح ولا الحل المشاكل اللي كتنظم على المدونات الشغل، اذا كاين اليه اخرى هي نفعلوا ذاك الاليه الجراد في العلاقه بالعماله. العماله نورمالمون في المدونات الشغل ملي كتراسل العماله اي طرف سواء النقابه او المندوبيه المديريه الاقليميه للتشغيل كتراسل العامل بعقد اللجنه الاقليميه للبحث والمصالحه في كارون دوبيدور كتجتمع. هذا القانون المدونه كتقول حنا اكثر من 20 يوم دابا ما اجتمعتش لسبب لا يعلمه. ملي كنطلعوا عند المرجاني شنو كيقول لنا؟ وراه مازال وانا وشغولين وانتخابات وهذا والى غير ذلك خلينا نشوفوا معاه. يعني واحد الاليه واحد الاساليب ديال الالتواء والتسويف والمماطله اللي باش كتخلي واش هادو عمال مليوحين في الارض ما ولادهم جيعانين هما جيعانين لا خويا هذا ما ممكن. فعلي القانون عقدنا اللجنه الاقليميه للبحث والمصالحه وصيفط له استدعاء ديال الحضور للاطراف المعنيه وكل واحد يتحمل مسؤوليته في التالي غيخرج محضر. والا ما حليناش المشكل في اللجنه الاقليميه نرفعوه للجنه الوطنيه للبحث والمصالحه. هادشي ما دارش هنا كيبان بان دابا هذا نزاع اجتماعي صغير واللي ما فيهش العادات بزاف وهانتوما كتشوفوا وبالاحرى في النزاعات الاجتماعيه الكبرى اللي ممكن كيفاش كيكون التعاطي. احنا بالنسبه لنا دائما اكدنا في اللقاءات معهم على ان المطلب الاول شنو هو؟ هو ارجاع بعض المطرودين الاول. المطلب الثاني هو تسويه الوضعيه القانونيه ديال هاد العمال، يعني التغيير ديالهم من شركه بيغاسوس لشركه المطاعم، يعني الارجاع للوضعيه الاصليه ديالهم. والنقطه الثالثه تطبيق قانون الشغل، يعني تمتيع العمال بلافيش دو بي الاولى، الحد الادنى للاجور، لافيش دو بي يكون فيها المنحه الاقدميه، لافيش دو بي يكون فيها الساعات الاضافيه، لافيش دو بي تعطى فيها كذلك المنحه السنويه. شوف باش تعرف تمييز ملي جا العيد الكبير كيعطوهم منحه سنويه هذا العام. القيمه ديالها 500 درهم يعني باش 500 درهم. هاد العمال هادو 12 ما خداوش المنحه، الاخرين عطاهم المنحه. وهادو 12 وهذه هما مدونه الشغل عندها اليات ديال الردع فيما يخص التمييز بين العمال على اساس ديني ولا عرقي ولا نقابي ولا سياسي ولا مذهبي الى غير ذلك. ولكن فين راه؟ هادشي نورمالمون كيخلف، هادشي اللي كيخلف كيخلف انتكاسات نفسيه عند العمال بل 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 تجاه المؤسسات. لانه كيتلقى هاد العمال كيخصهم كيلتمسوا من المؤسسات انها تحميه من الاخر وهذا ما كاينش. اذا كي بغيتي غدا هذا العميل غادي يكون في مستوى الدفاع على هذه المؤسسات اللي دابا حرمته من الخبز. يعني الناس معتصمين حاجه وحده اللي كيجي هذا من قيد المقاطعه الثانيه اللي خصكم تكونوا تمثلوا للمحكمه. العمال كيقول لك المقاربه ديال القضاء حنا كنعرفوها وغنلتجئوا لها في الوقت المناسب، ولكن الان حتى المقاربه الاحتجاج كيكفلها الدستور وكنضمنها القوانين وحنا التجأ لنا في اطار التعبير ديالنا على هذا الحق وفي اطار يعني الطلب ديال الرجوع للعمل. حنا باغيين نرجعوا للخدمه، كون بغينا نرجعوا ما نرجعوش للخدمه غنمشيو للقطاع ونلوحوا ونمشيو ونخدموا في جهه اخرى. اذا هذا يعني واحد الوضع. وهذوك العمال اللي خدامين تما راه قلت اكثر من 60 عامل، راه شحال فيهم؟ فيهم واحد ال 20 اللي يمكن نهضروا عليه عندهم القانون، وما عدا ذلك كلهم ما عندهمش القانون، ما عندهم كيخدموا بالكونترا، ما كيخدموا بالكرجة، ما خدامين زعما بالقانون ما كاينش، واللي ما بغاش يخرج. هذا هو الكونتكست فاش خدامين هاد الاخوان.